اشيلي شويه زيت عشان نلحق نروح. بس انا لسه مش مستعده. مش مستعده ازاي؟ اجازتك خلصت. انا مش عايزه انزل الشغل دلوقتي. هو بمزاجك يا حبيبتي. اجازتك الوضع معروف ان هي 3 اشهر. وفي كورس اللي حطوا القوانين دول عارفين ان الست محتاجه ماكسيمم 3 اشهر عشان تعرف تقف على رجليها، مش اكتر من كده. وبرده عاملين حاجه ان انا ممكن اخد اجازه بدون مرتب. للاسف. بس انتوا مش عارفين برده ان الاسعار هتولع نار بالطريقه دي يا زاد، وان شغل الست ما عادش رفاهيه، بقى ضروره، ضروره جدا يا عم سعد. هي الام لما تقعد تربي عيالها يا ابني تبقى رفاهيه؟ ايه اللي مطلوب؟ انا عايز اعرف من الامهات. تظبط العيل من هنا وتقوم رمياه وجري عشان تشتغل من هنا؟ انا ما قلتش كده. بس ربنا يخليكي لينا يا ست الكل، تيجي تقعدي معانا، احنا ننزل الشغل، انت تقعدي مع البنت في البيت. لا يا حبيبي، انا ما اسيبش بيتي ابدا. اوكي يا ماما، نو بروبلم. زاد ودعاء يقعدوا معاكوا هنا في البيت، زاد تنزل الشغل، انت تقعدي مع البيت الصبح. ده حل جميل، عداك العيب يا حبيبي. ده حل ممتاز، عشان دعاء تفضل قاعده مع جدها. ايه رايك يا نيسه دعاء؟ تفضلي قاعده مع جده؟ طب ما كان من الاول يا عبده، كان زمانك قاعد معايا من ساعه ما ولدت. واضح ان في سوء فهم، انا مش هقدر اقعد هنا. انا في الغالب اجيلك خميس وجمعه يا زاد. خميس وجمعه؟ وده يصح يا ابني تشوف مرادك خميس وجمعه؟ لا انت تيجي تقعد معانا هنا. ما ينفعش، ما ينفعش خالص. البيت عندكم هنا بعيد عن البنك جدا. ايه يا جماعه، عايزين ننزل من النجمه ولا ايه؟ هات شويه سلطه. طب وفيها ايه يا حبيبي؟ ده عندي هنا في اوضتين مقفولين تشرف ودانس. والله يا حبيبتي ما ينفع، ما ينفعش خالص، مشوار بعيد فعلا عليا. هو ماسبيرو يعني اللي لازق في البيت؟ طب العمل ايه يا زاد؟ ما ينفعش يا عبده برضو اقعد انا في حته وانت في حته. بسيطه، عايز تروحي معايا انا ما عنديش اي مانع. الصبح انت نازله الشغل فوت البيت على ماما، تخلصي الشغل ارجعي خديها، بسيطه جدا. يا سلام، يعني كل يوم اطلع من مصر الجديده للعباسيه، ومن عباسيه لمسبيرو، ومن مسبيرو للعباسيه. وليه وجع القلب ده يا ابني؟ ما تيجي هنا وتقعد جنب مراتك، ده انا عندي اوضتين مقفولين وهو بالمره تونسنا. ما ينفعش، والله ما ينفع، المشوار بعيد عليا جدا. اقول لك نقسم البلد نصين، هي تيجي الصبح هنا ببنتها وتسيبها عندي وتروح شغلها. تخلصوا انتوا الاثنين ترجعوا تاني على عندي، ودوق بقى غدا حماتك وشوف بقى دلع حماتك. ولزومه ايه بس يا حماتي؟ ما تخلص شغلها تعدي عليك تاخد البيت وبعد تروح. بيني وبينك الواحد ما بيعرفش يرتاح غير في بيته، وبالمره تطبخ لنا ونتغدى انا هي والبنوته، اسره صغيره سعيده. ده بيتك يا ابني وشوف انت راحتك فين، انا اهم حاجه عندي تبقى مبسوط. اقوم بقى اجيب لك الالمازيه اللي حضرتها لك، زودت لك السكر زي ما بتحب. ما تحرمش منك يا ست الكل. اتفضلي يا ست الكل، نورت بيتك. يا نهار اسود، يا نهار اسود يا عبدو، ايه اللي انت عامله ده؟ حرام عليك يا اخي، بجد حرام عليك على اللي انت عامله. ما حصلش حاجه يا زاد، حصل خير. خير منين بس؟ هنضف الحاجات دي امتى وازاي؟ وانت نفسك قايل لي اني لازم انزل الشغل بعد بكره. يا ستي ما تزعليش نفسك، والنبي انت بترضعي. حرام عليك. هساعدك، انا هساعدك يا زاد، هساعدك. وبشوف لي اي واحده الساعه 6 هانم في شغل البيت. شرط تكون امينه. عايزه كام نوبه يا بيه؟ ايه اللي كام نوبه؟ هو بكره بس، مره واحده بس. بس مين يا بيه هيشتغل قطاعي؟ لا مؤاخذة اللي عايزة تشتغل بتشتغل جملة. شوف يا بيه، لو مزنوقين في واحدة يعني تساعد الست، أني ممكن مروقة مني أبعت لك أم أفكار حرامي، بس بشرط تعملوها كويس. أيوه هي مش خدامة. مع إن عندنا في البلد الست بتولد وتقوم تهزق في الغيط. خلاص يا سيدي، أنا ناقص لطي وحجم. خلاص هبقى أشوفك وأوف كورس هشوف أم أفكار، ما تقلقش. يا بيه من غير حاجة، يوميتها 2 جنيه. 2 إيه يا أخويا؟ 2 جنيه؟ وببعتها وببعتها صادق. 2 جنيه. خلاص يا زاد. ايه؟ ما صدقت نايمتها يا عبد بالراحه. معلش الواحد مش متعود. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي حبيبه ابوها. خلاص يا زاد، ام افكار بكره هتطلع تنضف لك الشقه. ام افكار مين؟ مر الصادق البواب. صدقي يا زاد، صادق بيبيع ويشتري فيا انا عشان مزنوق في الشغاله. تصدقي اللي جبته لنفسك يا عبده؟ طب ايه؟ قومي كده فوري، قومي واصحي شويه، اعملي لنا عشاء ولا حاجه.
انا بقالي كتير ما اكلتش من اكلك الحلو يا ست الكل. شويه بس يا عبده، حد ليه نفسه ياكل في الزريبه اللي بره دي؟ هنضيف لك الدنيا بس. قومي يا حبيبتي، قومي بس. انا هاخد كفايتي في النوم عشان اركز مع ام صادق بكره. ام صادق مين؟ لا قومي يا زاد، قومي يا حبيبتي. ام افكار ولا ايه؟ ام افكار مين وزفت مين؟ قومي بس يا زاد. قومي يلا حبيبتي، اطفي النور والنبي يا عبده. لا مش هطفي النور، قومي عشان ما تصحاش، عايزه في كلمه. والنبي يا عبده مش قادر. اطفي النور يا عبده. اطفي النور. ماشي يا زاد، ماشي يا زاد. هايله حجه ام افكار دي، هبقى استعملها وقت اللزوم. ربنا يخليكي ليا ام افكار.